وإيجابية إن شاء الله. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل، وفيها رئيس المجلس النيابي يؤكد أن المسيحيين هم من حدد الأقطاب الأربعة كمرشحين للرئاسة، ويشدد بأنه لم يفرض عليهم أي مرشح. تلاقي من أجل درس جدي لهذه المبادرة. الراعي يجدد الدعوة لتلقف المبادرة وانتخاب رئيس الجمهورية بقرار وطني موحد. غارات التحالف الدولي تقتل العشرات من داعش في الرقة، والمقاتلات الروسية تخلف مجزرة مروعة في زملكة. صباح الخير. أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرابه الحديث المستجد عن فرض المسلمين رئيسا للجمهورية، ونقل زواره لصحيفة المستقبل أنه أعرب أمامهم أمس عن استهجانه الكبير لهذا الكلام، واصفا إياه بالكذبة الطائفية. وعبر بري عن رفضه المطلق لمقولة أنه والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جملاط وراء ترشيح فرنجي أو الحديث عن أنهم يفرضون رئيسا على المسيحيين، مشيرا في هذا المجال إلى أن كل منهم لديه في ذهنه مرشح لتولي سدة الرئاسة، لكن على الرغم من ذلك لم يطرحوه نزولا عند رغبة المسيحيين. ويسأل: نحن التزمنا ببيان بكركي الذي يقول بانتخاب أحد المرشحين الأقوياء الأربعة، فهل ترشيح فرنجي يأتي من خارج هذا السياق؟ في الغضون وبينما تتجه الأنظار إلى موقف حزب الله من التسوية الرئاسية، توقف المراقبون خلال الساعات الأخيرة عند تقرير أعدته ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية تتحدث فيه عن التسوية الرئاسية المطروحة في لبنان، مشيرة في هذا الإطار إلى أن قطار الانتخابات الرئاسية بات قريبا من محطته الأخيرة، باعتبار أن الأجواء اللبنانية تشير بقوة إلى أن ترشيح فرنجي قد يكون محور التسوية الوطنية الشاملة التي دعا إليها أمين عام حزب الله، ويمكن طرحه على الطاولة للسير به نحو التسوية. إلى ذلك انعكس وضع الانتظار والترقب على الرئيس تمام سلم الذي لم يشأ التعليق على أي من الملفات السياسية المطروحة، ورفض الإدلاء بأي موقف سياسي على غير عادته الأسبوعية من دارته في المصيطبة، مكتفيا بلقاء زواره من الوفود الشعبية مستمعا إلى شكاويهم ومطالبهم. وأشارت مصادر الرئيس سلام إلى أن موقفه معروف، وهو ما يؤكد عليه في كل مناسبة بضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي في أقرب فرصة لإعادة العمل إلى المؤسسات الدستورية، ويشجع على أي حوار بين المكونات السياسية من أجل مصلحة وخير البلد. أما في ملف النفايات فتؤكد مصادر سلام على أن الملف شرف على نهايته وأبدى التفاؤل حيال الانتهاء منه هذا الأسبوع. وفي ضوء ذلك سيدعو سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لعرض الملف. كرر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من بكركي توجيه الدعوة إلى الكتل النيابية للتلاقي من أجل درس المبادرة الرئاسية بشكل جدي ومسؤول، بغية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ودعا إلى الحفاظ على لبنان كنموذج لحوار الأديان والثقافات والحضارات وتعزيز مؤسساته وتطويرها. بعد سنة وسبعة أشهر عجزت خلالها الكتل السياسية والنيابية عن القيام بدورها الوطني في انتخاب رئيس للجمهورية بقرار من الداخل، تأتي مبادرة جدية من الخارج لا من شخص فرد. فإن نكرر توجيه الدعوة إلى الكتل إياها للتلاقي من أجل درس جدي لهذه المبادرة والتحاور والتشاور بشأنها وجها لوجه بروح من المسؤولية الوطنية الرفيعة، بغية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية بقرار وطني موحد وشامل بحيث لا يفرض فرداً.
وليعلم الجميع أن البلاد لا تستطيع بعد اليوم تحمل أي تأخير في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، والدولة مهددة اقتصاديا ونقديا واجتماعيا وأمنيا. أكد الرئيس ميشيل سليمان أنه لا يمكن لأي رئيس أن يحكم إلا بالتوافق، لافتا إلى أن القسم يحرره من التزاماته السابقة. كلام سليمان جاء خلال إطلاق حزب لقاء الجمهورية الذي يترأسه. تحت شعار الدولة فقط، وقع رئيس ميشيل سليمان الوثيقة الوطنية للقاء الجمهورية خلال مهرجان حاشد أقيم في دبي في حضور أعضاء اللقاء وممثلين عن رؤساء الأحزاب وحشد من الشخصيات. وتخلل المهرجان عرض فيلم وثائقي تناول حقبات عدة. الرئيس سليمان ألقى كلمة استعرض فيها المحطات التاريخية للبنان، متوقفا عند ما يرافق المبادرة الرئاسية. يجب نزول نواب إلى مهني بمثل الشعب، ينزلوا على مجلس النيابة ينتخبوا رئيس. هذا الرئيس من أي مطرح إجا ما له حق إلا يحكم بالتوافق، ويوم اللي بيرفع ايده لا يرفع لا 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 يؤدي القسم امام نواب الامه وممثلين الشعب، هذا القسم بحد ذاته بيحرره من التزاماته بالمحاور او من التزاماته الحزبيه. سليمان جدد شكره للسعوديه على الهبه المخصصه للجيش، لافتا الى ان اتفاق الطائف لم يطبق بالكامل، اذ لم يعد الجيش السوري انتشاره بعد عامين على الاتفاق، وسجن الدكتور سمير جعجع، وحصلت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشخصيات أخرى. حصل الزلزال الكبير عام 2005 باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الاغتيال حصل بعد اغتيال رياض الصلح وبشير جميل ورنام عوض ورشيد كرامة وعائلة فرنجية، ولكن حقيقة لم يسقط لبنان، والفضل هنا بذلك للبنانيين وبخاصة الرئيس سعد الحريري اللي كان هو ابن اللي هو ابن الرئيس رفيق الحريري. الجيش اللبناني هو جيش للوطن، هو جيش للشعب وليس جيش للنظام، بخلاف الدول اللي صار فيها اضطرابات. يوم نتمكن من الدفاع يجب أن يبقى السلاح فقط وحصرا بإيد الجيش اللبناني. أنا لما قلت بخطاب القسم الندية عتبوا علي الأخوان السوريين، طب شفنا أنه مزبوط ما في ندية. يعني أنا بقولكم سفيرنا بسوريا ما قدر قابل وزير الخارجية سنتين ثلاثة، ما أخذ موعد من وزير الخارجية، ما قدر أخذ. لا نحن منعامل السفير السوري هون وكأنه فعلا بعلاقة مميزة عن كل السفراء. هيدا الأمر ثغرة كبيرة بالتبادل الدبلوماسي. وخلال المهرجان عرضت أهداف اللقاء، ومنها تحصين وثيقة الوفاق الوطني واستكمال تطبيق الطائف وإعلان بعبدة. شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن المبادرة التي ينوي الرئيس سعد الحريري الإعلان عنها تهدف إلى تخليص البلد من مخاطر استمرار الفراغ، مؤكدا أن التيار لا يضع فيتو على أحد. لا يمكن للبلد أن يبقى أسيرا للفراغ الرئاسي، وعلينا إعادة إنتاج مرحلة من التفاهمات الوطنية شبيهة بالمراحل التي عمل فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذا ما أكده الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري خلال رعايته تكريم منسقية بيروت في تيار المستقبل لكوادرها.
الحريري قال إن توقيت الإعلان عن المبادرة الرئاسية هو ملك الرئيس سعد الحريري وفقا للظروف والاتصالات الجارية. رئيس حريري في صدد إعلان مبادرة ومنا بين طرفين، هاي مبادرة بده يتجمع حولها منا تأييد عدد كبير من الأطراف السياسية أو الكتل السياسية والنيابية الموجودة بالمجلس النواب. في حال كتب لها النجاح بيكون عم نخلص البلد. الحريري وإذ حذر من أن الاستمرار في الفراغ الرئاسي يشكل ضربة كبيرة لاتفاق الطائف، استذكر تجارب الفراغ الرئاسي الماضية وتداعياتها المريرة وأضاف: لدينا اليوم فرصة لإنتاج حل، فلماذا لا نلتقطها؟ مؤكدا أن تيار المستقبل لا يضع فيتو على أحد. مشروع رفيق الحريري ما بصير بالمشاكل دايما، مشروع رفيق الحريري ما بيطبق بالمواجهة على طول. الوقت اللي بدنا نواجه فيه واجهنا، والوقت اللي لازم فيه نشتغل لمصلحة البلد عم ناخذ القرارات اللي ما حدا أخذها بلبنان لليوم. اليوم بجريدة المستقبل منشور كيف اتفاق، كيف الاجتماع ما بين أقطاب الأربعة اتفقوا بين بعضهم إنه إذا في فرصة لأي واحد بالوصول ما بنحط فيتو من أي حدا من ثلاثة على هذا الشخص. طب إذا هول الأربعة هن عطلوا بعضهم، منصير نحن أمام خيار إنه يا خي البلد ما في يبقى بدون رئيس جمهورية، وعطينا فرصة وما حطينا فيتو على ولا واحد من الأقطاب الأربعة، خلينا نروح نبحث جديا للوصول إلى رئيس جمهورية. الرئيس سعد الحريري آخر النهار كلكم عم بتطالبوا بعودته، عم نطالب بعودته ليرجع يقود البلد، عم نطالب بعودته ليرجع يكفي مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفي الختام جال الحريري على الحضور وتم تكريم كل من منسقة قطاع التربية والتعليم في بيروت إيمان قارود كشلي، منسق دائرة الأشرفية هادي الديري، منسق دائرة المدور جورج طباع، عضوي مكتب منسقية بيروت جورج تيان وسعاد جنون تقديرا لجهودهم. وفي إطار لقاءاته مع الدبلوماسيين في ضوء التسوية الرئاسية، استقبل رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي في دارته في بن الشعي الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية ميشيل فالنساز في حضور عضو المكتب السياسي في المرد ألبرجو خضار، وجرى البحث في المستجدات السياسية الراهنة. تتابعونا بعد هذا الفاصل حوار جنبلاط ونوح زعيتر عن الحشيشة، تابع. أهلا بكم من جديد. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية موفدا من وزير الخارجية باولو جنتيلوني في حضور السفير الإيطالي ماسيمو ماروتي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات بيير أبو عاصي، وبحث المجتمعون الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة. أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن البلد يعيش أسابيع حساسة سيتم خلالها تحويل المبادرة رئيس سعد الحريري إلى مبادرة تسوية حقيقية. كلام فتفت جاء خلال حفل تكريم ناد رياضي في منطقة سير الضنية، وذلك في حضور النائب قاسم عبد العزيز ورؤساء بلديات ومخاتير. نحن موقفنا واضح جداً، وليس هناك من موقفين أو ثلاثة في تيار المستقبل، هناك موقف واحد. نحن مع حل تسوية على أسس وطنية توافقية، ليس هناك تسوية من طرف واحد وليس هناك تنازلات من طرف واحد. إذا كان هناك إرادة لدى الجميع لأن يكون هناك تسوية وطنية توافقية فهذه التسوية سترى النور، أما إذا كان البعض يعتقد أنه يريد أن يسجل النقاط فقط وبالتالي لن تنجح هذه الخطوات التي نراها رغم الزخم العربي والدولي الذي يساعدنا ويساندنا للخروج من هذا المأزق. ولكن إذا تمكن الوزير فرنجي من أن يثبت سياسياً أنه فعلا وزير ورئيس تسوية، وأنه على مسافة واحدة من الجميع، وأنه ملتزم بالقرارات الدولية والقرار 1701 بكافة من درجاته، والقرار 1757 الذي أوجد المحكمة الدولية، وأن يلتزم بالمحكمة الدولية، وأن يلتزم بالنعي بالنفس، كلها مؤشرات ستساعد كثيرين في هذا البلد على أن يقولوا نعم هذا هو حل وهذه هي تسوية.
حوار النائب وليد جنبلاط ونوح زعيتر عن الحشيشة عبر تويتر في حلقته الثانية. بعد تغريدات النائب وليد جنبلاط الداعية إلى تشريع حشيشة الكيف وتعيين نوح زعيتر قنصلا فخريا في كندا لتسويق هذا المنتج وإصدار قانون عفو عام عن أهالي البقاع من مزارعين وتجار وحتى مدمنين، جاء الرد من زعيتر الذي شكره عبر أحد المواقع الإلكترونية بالقول: أشكر أبو تيمور صهرنا على مشاعره الجياشة تجاه أهل البقاع وحرصه على إقرار العفو عن مزارعي الحشيشة، مشيرا إلى حاجته إلى خبرات جنبلاط الكبيرة في تدوير الزوايا. وعليه استطرد زعيتر: سأعمل على منحه تأشيرة دخول إلى كندا عندما أصبح سفيرا لديها لمساعدتي على تمثيل لبنان خير تمثيل. هذا الرد طمأن جنبلاط الذي عاد مغردا بتعيين نوح زعيتر سفيرا في كندا مبدئيا يشطب اسمي من لائحة الإرهاب، وبالتالي تفتح آفاق هائلة أمامي في بلاد الغربة ومنها الهجرة مثلا. وأضاف موزعا الوجوه الضاحكة: وكم من أحد ليتنفس الصعداء إذا ما هاجرت، معلنا قد أكمل مسيرتي السياسية في الكيبك أو أوتاوا. ألقى ثلاثة شبان الليلة الماضية قنبلة صوتية على منزل المدعو الصادق الموري بالقرب من ميتم المؤسسة الاجتماعية الإسلامية المحاذي لمخيم البداوي، تبعه إطلاق نار وذلك على خلفية إشكال مع الرميح. تتابعون بعد الفاصل. حزب لوبان يتقدم في الدور الأول للانتخابات المناطق في فرنسا. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطاب للأمريكيين أن تنظيم داعش لا يتحدث باسم الإسلام، ووصف أعضاء التنظيم بأنهم مجرمون وقتلة، ودعا المسلمين إلى التصدي لما وصفه بالفكر المتطرف، مشيرا إلى أن الحرب ليست بين أمريكا والإسلام. وقال أن الولايات المتحدة تعمل مع الأصدقاء والحلفاء لإحباط عمليات وتمويل تنظيم داعش، وأكد أن استراتيجية محاربة التنظيم وضعها مخططون استراتيجيون عسكريون ويجري مراجعتها بشكل مستمر. وأشار أوباما إلى أن التهديد الذي يمثله الإرهاب الحقيقي، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتغلب عليه ومن دون أن تنجر بلاده إلى حرب برية في العراق أو سوريا. شنت طائرات التحالف الدولي سلسلة غارات على مقرات لتنظيم داعش في الرقة، موقعة أكثر من 70 مسلحا بين قتيل وجريح، فيما ارتكب سلاح الجو الروسي مجزرتين في صفوف المدنيين بعد استهدافهم بمدينتي زملكة في ريف العاصمة وجاسم بدرع. الغارات المركزة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي أودت بحياة أكثر من 32 مسلحا من داعش في مدينة الرقة أبرز معاقله في سوريا. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضربات التي طالت مقرات التنظيم شمال وشرق وجنوب شرق الرقة أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 40 عنصرا آخر. الله أكبر، مجزرة في زملكة، الله أكبر. من جهة أخرى استهدفت روسيا المدنيين في سوريا لتضيف إلى سجلها الإجرامي مجزرة جديدة ارتكبتها هذه المرة في مدينة زملكة بريف العاصمة، مودية بحياة عشرات الأشخاص بينهم أطفال. الطيران الحربي الروسي أغار أيضا على سكان مدينة جاسم وبلدة الشيخ مسكين بدرعة، في حين كثف النظام قصفه لمدن دوما ودريا في ريف دمشق. في المقابل استهدفت الفصائل المقاتلة تمركزات لكتائب الأسد في أطراف مدينة عربين في دمشق وفي قرية العزيزية بريف حلب، حيث تدور مواجهات على أكثر من جبهة. كذلك استعادت الفصائل الإسلامية السيطرة على قرية الخريبي من داعش واشتبكت مع قوات النظام في محيط جبل النوبة في ريف اللاذقية الشمالي. وعلى وقع غارات النظام على محافظة حمص وريفها سجل قتال ضار في محيط مدينة تلبيسة وقريتي طير معلة وحوش حجو، في حين نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية أكثر من 45 ضربة جوية على مناطق في مدينة تدمر أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى ودمار هائل في منازل المدنيين. أعلن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الجولة الثالثة من المباحثات حول الأزمة السورية ستعقد في مدينة نيويورك في وقت لاحق خلال الشهر الحالي.
من جهة أخرى، أكد مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي أن الشعب السوري وحده هو الذي يحدد مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشددا على أن هذا الأمر يمثل الخط الأحمر بالنسبة إلى طهران. وجهت الخارجية السعودية الدعوة لكل أطياف المعارضة السورية في الداخل السوري وخارجه لحضور اجتماعات الرياض، وأعلنت أنها ستساعد المعارضة السورية للحوار بشكل مستقل ولتوحيد موقفها. اقتحمت أمس مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك فيما استشهد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال التي زعمت تنفيذه عملية طعن أصاب بها 3 إسرائيليين بالقدس. تزامنا مع الاحتفالات اليهودية بعيد الأنوار الحانوكا الذي يستمر حتى الخميس المقبل، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى وسط تجديدات أمنية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل دعوة منظمة إسرائيلية لتوسيع الاقتحامات. وإمعانا في ممارسة الإرهاب الإسرائيلي، نفذت سلطات الاحتلال حملات دهم واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية، حيث اعتقلت شرطة الاحتلال 8 فلسطينيين بدون توجيه تهم لهم، وفيما اعتقل الاحتلال طالبة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاما وهي ترتدي مريول مدرستها حاملة حقيبتها المدرسية من بلدة سلوان في القدس المحتلة بزعم حيازتها سكينا. أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين برصاص الاحتلال، واعتقل عدد آخر بمواجهات في قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وذلك عقب اقتحام سلطات الاحتلال للقرية. إلى ذلك أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين صباح اليوم بحالات اختناق شديدة بعد إمطار جنود الاحتلال الإسرائيلي عدد من المدارس بقنابل الغازية والصوتية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في حين تعرضت دورية إسرائيلية كانت تسير بالقرب من حدود قطاع غزة في المقطع الجنوبي لإطلاق نار بدون وقوع إصابات. وفي ردود الفعل على تطورات الأوضاع، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تصبح دولة ثنائية القومية، معقبا بذلك على تحذير وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية. وكان وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قد حذر إسرائيل من بغبة سقوط الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى كبر حجم المسؤولية التي ستقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية حال إدارتها شؤون الضفة الغربية عند غياب أجهزة الأمن الفلسطينية. في اليمن تدور اشتباكات عنيفة على جبهات عدة في مدينة تعز بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وصالح، وتتركز في مديرية المسراخ وفي حي الصفا والزهراء القريبين من معسكر قوات الأمن الخاصة. وخلال ساعات متأخرة من الأحد وصباح اليوم قصف طيران التحالف العربي مواقع للمتمردين بالقرب من المطار القديم والسجن المركزي غربي تعز، كما قصف طيران التحالف مخزنا للأسلحة تابعا لميليشيات الحوثي داخل السجن المركزي غربي مدينة تعز. حل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في الطليعة في 6 مناطق على الأقل من 13 في الدور الأول لانتخابات المناطق في فرنسا، جامعا نسبة أصوات قياسية تتراوح بين 27 و30%. وتقدم الحزب الذي تتزعمه ماري لوبان على حزب الجمهوريين بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وعلى الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة الرئيس فرانسوا أولاند الذي حل ثالثا. وتشكل انتخابات المناطق اختبارا أخيرا قبل الاقتراع الرئاسي الذي سيجري في العام 2017. والآن تذكير بالعناوين. رئيس المجلس النيابي يؤكد أن المسيحيين هم من حددوا الأقطاب الأربعة كمرشحين للرئاسة، ويشدد بأنه لم يفرض عليهم أي مرشح. تلاقي من أجل درس جدي لهذه المبادرة. الراعي يجدد دعوة لتلقف المبادرة وانتخاب رئيس الجمهورية بقرار وطني موحد. غارات التحالف الدولي تقتل العشرات من داعش في الرقة، والمقاتلات الروسية تخلف مجزرة مروعة في زملكة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. الأجواء إيجابية إن شاء الله.